هي الوسيلة الأخيرة لتحديد المنتصر في هذه المواجهة. هي لعبة أعصاب وتركيز وهدوء. من يعرف كيف يتعامل مع هذا الموقف سيخرج منتصرا من هذه المواجهة. مع انتهاء المباراة بدون فائز سنلجأ إلى ركلات الترجيح. أول ركلة سينفذها مالين. ضاعت الركلة الأولى ويا له من سيناريو قاسي عليهم الآن. خوسيلو يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلته. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى وركلة رائعة. ثاني اللاعبين مسددين. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. ثاني لاعب يسدد. في الحقيقة عنده شخصية عظيمة. يتقدم المسدد الثالث. يبدو واثقة من نفسه هنا. ثالث منفذي الركلات. هذه فرصة للعب دور البطولة. رابع لاعب ينفذ الركلة. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. الدور على لاعب رابع لتنفيذ الركلة. تصدي رائع. حارس في منتهى التركيز ينقذها ببراءة. بعض المدربين يضع أهم لاعب في الركلة الخامسة. اللاعب الخامس. تسديدة في منتهى الروعة في منتهى القوة. بدا لي أنه مستحيل التصدي لها. ريال مدريد عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. ريال مدريد هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ هدف من أجل البقاء في المباراة. يا سلام تنفيذ رائع. الكرة في زاوية الحارس في الأخرى. كانت سهلة مباشرة إلى يد الحارس. خبرة كبيرة تفوق من حارس المرمى. تركيز غير عادي. حارس المرمى بيده المباراة الآن. يا سلام ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. سابع لاعب على لائحة المنفذين. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. ريال مدريد عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. ثامن ركلة ثامن لاعب. يا لها من ثقة يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. ريال مدريد هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ ريال مدريد لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. يا سلام نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. المسدد التاسع يتقدم. ينجح في أن يخدع الحارس يسجل هدف. ريال مدريد عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه.
ولا أن تشتعل المباراة بهذا الهدف. هذه فرصة للعب دور البطولة. الآن جاء دور اللاعب العاشر. يا إلهي، الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، لكنها لا تصل إلى المرمى. يا له من سوء حظ. كوبيل إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه، طموح الفوز لا زال موجود.